نظم حزب الوحدة الشعبية الأحد أمام مقر الصليب الأحمر في عمان وقفة لدعم ومساندة للأسير في سجون الاحتلال المضرب عن الطعام بلال كايد. ورفع المشاركون بالوقفة صور الأسير كايد وهتفوا بشعارات تندد بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. المكتب السياسي لحزب الوحدة قال إن هذه الوقفة وقفة تضامنية داعمة للأسير بلال كايد أثر احتجازه الإداري بعد أن أنهى محكوميته والسياسة الصهيونية الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني. خليل عليان، عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة. هذه الوقفة وقفة تضامنية داعمة للرفيق بلال الكايد أثر احتجازه الإداري بعد أن أفرج عنه بعد أن أنهى محكوميته وإصرار الصهيوني على السياسة القمعية للأسرى باستمرار. تأتي هذه الوقفة في ظل أيضا التضييق والتنكيل بالحركة الأسيرة الفلسطينية في المعتقلات الصهيونية بشكل عام، وبشكل خاص وقفة تضامنية داعمة للأسير البطل بلال الكايد. اطلع يا قمر نوهل، ضو الكرة الأرضية، ضو الكرة الأرضية، ضو الكرة الأرضية، ضو الكرة الأرضية، وما خلقنا تنعيش بذل، ما خلقنا تنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية، خلقنا نعيش بحرية.